حبيبتي. الوضع كل يوم في المجموعة عمال بيتعقد، يعني أنا شايف إن لو لينا مصلحة في أي حاجة نعملها ونديل. طب أنا شايف إن إحنا نلم الغلة ونوزع الفلوس اللي دفعها لنا الحاج كرامة عشان يرسل مزاد عليه ونخلع. يعني ممكن نصيب الواحد يبقى قد إيه؟ أكتر من كل الفلوس اللي خدتها منهم طول سنين شغلك معاهم. طب ما تخلينا قاعدين. المجموعة أصلاً مش هتكمل أكتر من كام شهر. بس أنا عندي فكرة تخلينا نمصمص المجموعة دي شوية كمان وتدخل لنا فلوس أكتر من الأول. طب ما تقول. شوف بقى، احنا متعودين نشتغل بخامات ومون اغلى من اللي في السوق كله، درجه اولى. لو غيرناها بدرجه متوسطه محدش هيقدر ياخد باله. في الحاله دي بقى يا حبيبي هتدخل لنا ارباح في جيبنا اكتر من 2 مليون جنيه. هايل، وليه لا؟ انا قلت اسالكم. طب وسمير هيوافق؟ احنا ليه نعرفه من الاصل؟ الله، يعني هنشتغل من غيره؟ طب تصدق والله احسن، حتى مكسب الواحد يبقى اكبر. الله ينور عليك. هو محدش هيكشفها؟ اللي كان بيكشف الحاجات دي الحاج، والحاجة زي ما انت عارف مش موجود، لا هو ولا سليم ولا صبري، واللي موجودين شوية الصنايعية اللي عايزين ياكلوا عيش. يعني لو زودنا لهم المعلوم حبتين هيحطونا بدل المونة السكر بالرطل. عشان كده الموضوع ده لازم يتعمل بمنتهى الحذر. أيوة، عشان سمين مفتح لنا يعني زي التعبان من ساعة المزاد اللي مرزيش على مونة فتح الباب. في الحالة دي بقى أي غلطة هيحبسنا. ما أنا قلت لك قبل كده يا سمير بيه، إذا ملهاني موجودة هي اللي تمضي، وخصوصا ان انا هشتري حصتها. تحت امرك يا حاج، بس هي في مشكله صغيره. مديحه تعبانه قوي يا حاج، جالها نزيف وحصل لها اجهاض. الله 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 الله، والكلام ده حصل امتى يا ابني؟ هو ده اللي حصل يا حاج والله، ومع ذلك العقد سليم 100%. شوف يا حاج، خليني امضي لحضرتك، وبرضه خليني اديك مقابل الشيك التوكيل ده. ده انا عملته لك بموجب التوكيل اللي معايا، وطبعا بيديني الحق في التصرف في كل الاشياء بموضوع العقد. شوف التوكيل ده ساري يا متر، ساري يا حاج. عارف يا حاج، لولا خاطر حضرتك وان انا عارف معزتك عند الحاج واولاده، انا كنت بعت لاحمد بيه الشربيني. ولعلمك هو قاعد دلوقتي مستنيني في مكتبي. انا بصراحه ما رضيتش اعتذر له الا لما امضي واقبض، بحيث ان انا ما اضيعش فرصه على نفسي لو بيع ما تمتش مع حضرتك. سلامه مديحه، الف سلامه. هات العقوده امضيها لك وانت كمان تمضي عشان تستلم الشيك. حاضر يا حاج. ادي العقود. اتفضل يا حاج.
امدادك. اتفضل يا مبدي. تسلم ايدك. وادي امدادي. اتفضل يا حاج. اتفضل يا بت. راجع. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ سمير ايه؟ سمير سامي. سامي الدرامالي يا حاج. ايوه. اتفضل يا ابني. تسلم ايدك. طب عن اذنك بقى عشان اروح اعتذر لربي الشربيني بنفسي. يبقى سلمني عليه يا ابني. يوصل ان شاء الله. اتفضل يا استاذ، وادي نسخه العقد بتاعك. تسلم ايدك يا متر. يلا عن اذنك يا حاج، مع السلامه. مع السلامه يا ابني. يا حاج، كل الورق مظبوط ومفيهوش الهوا، بس الواد ده بقى مش مظبوط. انا متاكد ان الشربيني كان مستنيه عشان يشتري البيعه، وممكن يروح له دلوقتي ويبيعها تاني، اصل البيعه تستاهل. كلم الشربيني وقول له ان احنا خلصنا واشترينا. حاضر يا حاج. هاي ام حسن، الاكل خلص؟ كل حاجه جاهزه خلاص. حط العلب دي كلها جوه. حاضر. بص يا ستي. نعم. جبت لك الجاتوهات والحلويات والبقلاوه وكل حاجه والتورتات. طب كويس قوي يا حبيبتي. مش ناقصك حاجه تانية؟ جبت شمع. الشمع عندك في العلب. طب كويس. بصي انا عملت اوردر ورد، عايزه كل فازه في البيت مليانه ورد. حاضر من عينيا. قولي لي هما جماعه هيجوا امتى؟ هيجوا بالليل. مالك انت مش مبسوطه ولا ايه؟ لا اصل انا قعدت هنا على قد ما قعدت، ما عملناش حاجه زي كده ابدا. طب ودي حاجه تزعل يا ام حسن؟ هو مش الحاج ده حبيبنا ولازم نعمل له حاجات تسعده؟ طبعا حبيبنا، ربنا يسعدكم يا بنتي. يا حبيبتي يا ام حسن، انا هطلع غير هدومي. ها اتفضلي يا عينيا. يلا وانتوا جهزوا بقى بقيه الحاجه. يا هناء دخلي الحاجه المطبخ يا بنتي. يلا. الو، وحشتني بقى. طب اتاخرت ليه؟ طب يلا انا مستناك، انا مت من الجوع. يلا باي باي. يا اولاد انتوا مظلمين الدنيا كده ليه؟ انا عمري ما عملت عيد ميلاد في حياتي. عشان كده عملنا لك عيد ميلاد، عملنا اجتماع نسائي وقررنا. الف مبروك يا عروسه، الف مبروك يا عريس. الف مبروك يا مدام منى. ميرسي يا نعم. مبروك يا سمير بيه. الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. قولي بقى يا حياتي، هتطلع معايا ولا هتروح لمراتك مديحه؟ اصلها صغنونه وبتخاف كده. يا حبيبتي عاوز انا اسيبك واروح في ليله العمر؟ انا كنت بس بسالك. لا يا حبيبتي انا هطلع معاكي، وهي تعمل اللي هي عايزاه. واقول لك على حاجه كمان، احنا هنقضي الهانيمون بتاعنا في اجمل مكان في العالم، بس انا هسيب حبيبتي بقى هي اللي تظبط لنا البروجرام. يا حياتي، يعني انت الليله دي معايا؟ طبعا يا عمري. انت اللي عمري.
مأذون اللي لسه خارج ده؟ مأذون وسمير بيه جوه؟ شكرا. يا حاج سمير بيه موجود في الفيلا جوه دلوقتي. اه والفيلا ما فيهاش حد غير الناس اللي شغالين فيها. وفي مأذون لسه خارج من شويه. مأذون؟ وسمير لسه جوه؟ طب خليك مستني عندك قدام الباب، ما تتحركش، ولو خرج تمشي وراه وتشوفه لي راح فين. خير يا حاج؟ في حاجة؟ ربنا يستر. بشوف مديحة. الحاج الذي طلبته غير متاح، تليفونها مقفول. ألو. سلام ورحمة الله، ازيك يا حاج؟ دلوقتي؟ حاضر، مسافة السكة. حاج فتحي كرامة عايزني. إن شاء الله خير يا رب. إن شاء الله. أنت طبعًا فاكر المزاد اللي أنا كنت قلت لك عليه. آه طبعًا. أنا دخلت وخدته، بس مش هو ده المهم. عرفت وأنا هناك إن سمير جوز مديحة هو العضو المنتدب، وعرض عليا نصيب مديحة واشتريته، وعرفت كل حاجة اتباعت لمين وفين، واتفقت إن أنا أخدها. حلال عليك يا حاج، ربنا يبارك لك فيها. هو إيه الحلال عليا يا إبراهيم؟ هو أنا داخل عشان أكسب ولا أستاذ صيدة؟ اللي ما عملتها طول عمري أجي أعملها مع أعز الناس ليا؟ طب ورحمة ابني اللي مات بين إيديا دول؟ لو كانوا طلبوا مني الطقطقين كنت دفعت عشان اخدها، ولا اسيب شقه عمر اخويا وصاحبي وحبيبي يطلع براه؟ ايوه يا حاج، بس انت عارف انا ما اقدرش اخد الحاجات دي. يعني عارف ان انت مش هتاخد حاجه غير لما تدفع ثمنها. حاجتك اهي قدامك، وفلوسها امانه عندك، تدفعها وقت ما تحب، اذا كان لينا عمر، واذا ما كانش بقى انا مسامحك يا ابراهيم، والله مسامحك من قلبي. ايوه يا ام حسن، هي مديحه قافله تليفونها ليه؟ مديحه موجوده بس حالتها مش كويسه، وانا مش عارف اعمل بقى ايه. الحقني يا حاج الحقني. حاضر حاضر يا حاج، هنزل حالا اجيبها. لا لا، حالا هنزل اخد عربيتي واروح لها، ما تقلقش انت بس. حاضر حاضر، مع السلامه. مادي وحشتيني. عامله ايه؟ الحمد لله. امال بابا فين؟ لسه ما جاش. طب انا هطلع استناه فوق. يلا حبيبتي اتسرحي. انا هطلع معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا جبت مديحة؟ ايوه جبتها، وطلعت فوق تسترق في اوضتها. ناوي تعمل ايه؟ هصلح الغلطة اللي انا عملتها. شوية يا سلوى. حاضر بعد اذنك. مالك يا بابا؟ في ايه؟ عايز اتكلم معاكي بخصوص جوزك. ماله سمير؟ انت عملتي له توكيل يا حبيبتي. ايوه يا بابا. واخواتك كمان عملوا له توكيل. اللي انا كنت متوقعه من زمان حصل يا حبيبتي. الرأي بتاعي اللي انت
كنت ضده يعني وما كنتيش موافقة عليه. هو باع نصيبك وبيبيع في أنصبة إخواتك وتقريبا قرب يصفي المجموعة. صفى المجموعة إزاي يعني؟ مش هي دي المشكلة يا حبيبتي. أنت عارفة طبعا أنت نور عيني من بين إخواتك كلهم. المشكلة إنه باع الحاجات دي لحساب واحدة ست تانية قد أمه، وهو دلوقتي بايت عندها بعد ما اتجوزها. أنا شخصيا مش شايف لك معاها عيش تاني، لكن برضو اللي انت هتقوليه هعمله. طلقني منه يا بابا، عايزه اتطلق. حاضر. ايه ده؟ انت مين جابك هنا؟ حاج ابراهيم الطيب. الحاج ابراهيم الطيب منعني من دخول الشقه بتاعتي دي. او انا التعليمات اللي عندي كده. سهلين حضرتك معكش مفتاح الشقه. لا والله. امال ده ايه؟ ده مفتاح الشقه اللي هي بتاعتي. اتفضل من هنا يا بيه، مش عايز مشاكل قدام بيتي. بدل ما اكلم لك البوليس. زي ما قلت لحضرتك. انت معكش مفتاح الشقة. اتفضل من هنا. ماشي. هو انا بديك الساعة يا ابني؟ انا ضايع يا عم الحاج. ونفسي اعمل حاجة عدلة. اذا مصر تعمل حاجة كويسة يبقى هتعملها. وهتساعدني؟ ساعدني وانا ساعدك. انا ما عنديش حاجة اساعد بيها. بقول لحضرتك انا ضايع. هساعد بيه؟ هنشوف. المهم تبقى ناوي تسد، وزي ما تاخد زي ما تدي، والدنيا يا ابني اخد وعطى. بس حضرتك ما سالتنيش ليه انا سبت بابا وجيت لك. انت راجل وجيت لي راجل، تفرق في ايه؟ تفرق اللي انا حابب اقول لك. لا تقول ولا تعيد، خلينا نشوف شغلنا. تعالي يا هدى. ده الاستاذ مجدي ابراهيم. هتاخديه وتروحي على مكتبك. الورق اللي انت كنت بتراجعيه بتاعي تديهوله يراجعه بنفس الطريقه ونفس الترتيب، مفهوم؟ اتفضل يا عم. اتفضل اتفضل معايا. والله انا صلحتها وبص على راسها كمان. وانا فعلا ما رحتش عند منى هانم الا عشان الشغل مش اكتر. أنا كنت هناك بمضي أهم عقد في حياتي، اللي ممكن برضه يبقى أهم عقد في حياتكم. فما ينفعش إن أنا أروح الشقة بتاعتي ألاقي الباب مقفول ومقعدين لي سكيورتي يمنعني من الدخول. والله أنا ما أعرفش التفاصيل دي، بس ثابت زعلان قوي. إيه اللي مزعله؟ عشان ما ينفعش يا سمير. المجموعة واضح إن فيها مشاكل ملهاش أول من آخر. وآخر مرة ثابت كان موجود هناك رجع زعلان قوي. ولولا إني هديته وكلمتك ما كانش هيسكت. واديني جيت عشان اعتذر له بنفسي. يا ريت بجد تساعديني فان احنا ننزل سوء التفاهم. سوء تفاهم ايه يا سمير؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ يا اخي ده انا وثقت فيك وعملتك اخ ليا. تقوم تخليني اروح شركتي اللي ورثها عن ابويا وامي الاقي نفسي ماليش صفه؟ ده يبقى اسمه ايه ان شاء الله؟ ثابت يا حبيبي، ممكن عشان خاطري تهدى شويه؟ سمير جاي عشان يعتذر لك. هو حكالي على موضوع خروجه وزعل مديح، وواضح كده ان في مصلحه ليه ولينا. يا نهى انا اتهنت في شركتي. حته سكرتير عندي اتحكم فيا وخلى شكلي زي الزفت. وبعدين هو عايز يعتذر هنا؟ طب وايه فايدتها؟ بقولك يا ثابت بيه، ما تخلينا عمليين. عمليين؟ يعني ايه عمليين؟ يعني تفهمني وتسمعني كويس قوي.
بصراحة كده سابت المجموعة فيها مشاكل، والحاج بينافسنا في السوق لحد ما قفلها في وشنا. أنا بقى ما سكتش، لقيت سكة هنستثمر فيها الجنيه بعشرة جنيه. عشرة؟ عشرة وده يبقى ايه بقى؟ مجموعة شركات فتح الباب. طبعا يا عم، ما هم بيقولوا ان انت ومنى هانم بقيتوا صحاب قوي 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 قوي، بس صحاب في الشغل، وما ظنش ان ده ممكن يضايقك. ويضايقني ليه؟ بالعكس، يعني انا لو دفعت مليون هيتحسب عشرة؟ هيتحسب عشرة وفورا. وده شغل ايه اللي يكسب المكاسب دي كلها؟ لا احنا ملناش دعوة بقى، دي استثمارات بمليارات، احنا بالنسبة لهم سمك صغير قد كده. وانا ينفع ابقى معاكم في الشغل ده؟ مش عارف والله يا ثابت، يعني هي منى عملت معايا انا كده، مش عارف بصراحه رايها بالنسبه لكم هيبقى ايه. طب ما تحط المبلغ ده باسمك، وبعدين احنا نكتب ورق حق مع بعض، وبعدين احنا اهل مش هنغش بعض. اه طبعا طبعا، احنا اخوات. اخويا ثابت، هظبط لك انا الموضوع ده، بس فهموني طيب، هو انا هعمل ايه في الباب اللي اتقفل ده؟ لا ده تلاقي بابا جايب لكم واحد يحرس لكم الشقه، انا هكلمه واعرف فيه ايه بالظبط. ايوه بابا، سمير بيقول ان هو راح الشقه لقى الكالون متغير، ده معناه ايه بالظبط؟ ايوه يا سليم، انا كويس الحمد لله. اسمعني بس، تجيب عطله وصبري معاك وتفوتوا على حسنين القاضي تجيبوهولي هنا في البيت دلوقتي على طول. ازيك يا بابا؟ مساء الخير يا عمو. اقعد يا سمير، سيبنا انت يا ثابت واتكل على الله. انا هقعد معاك. هي مش مديحه دي اختي ولا ايه؟ اه اختك، بس انا في بيني وبين سمير كلام مش عايز حد تاني يسمعه. طب انا عارف كل حاجه. قلت لك شكرا، سيبنا لوحدنا، ويا ريت تسيب البيت كله ولا هقعد اعيد في الكلام انا. حاضر يا بابا. السلام عليكم. الله، انتوا جيتوا؟ اهلا وسهلا. ما هو طبعا ما دام حضراتكم حواليه يبقى انا لازم ابعد. في حاجه يا استاذ ثابت؟ استاذ، السلام عليكم. سلام. اتفضلوا، الحاج مستنيكم في المكتب. اهلا وسهلا. خلاص اللي حصل حصل، خلينا اولاد النهارده. انت راجل بتاع بيزنس وشاطر فيه كمان، الصفقه قدامك اهي. ده الاستاذ حسنين القاضي فاكره طبعا، ده المأذون بتاع العيله، بيجوز بس ما بيطلقش الا النهارده. فانت هتطلق مديحه دلوقتي، وانا هعتبر كل البلاوي اللي انت عملتها بالتوكيل بتاع مديحه وماجد كانه ما حصلش. يا اما هنشتغل على الورق اللي مع المحامي ده ونوديه النيابه، وحضرتك هتكون في السجن في اقل من شهر، وساعتها برضه هنطلق منك مديحه. بس انا عندي مشكله، مش عايزك تفضل نسيبي ساعه واحده من دلوقتي، وانا راجل ما بخبيش نقط ضعفي قدام اعدائي. بنتي طلبت مني ان اطلقها منك النهارده، وانا ضعيف قوي قدام بنتي. انا هسيبكم دلوقتي عشان تخلصوا، الشهود موجودين. ممكن اشوف مديحه؟ لا، بنتي حرمت نفسها عليك خلاص.
وانا زي ما جوزتها لك عشان هي طلبت مني برضو هطلقها منك عشان هي طلبت مني. طبعا انت فاكر انا عملت ايه يوم ما جوزتها لك رغم اني ما كنتش موافق. تخيل بقى هعمل ايه لما هي تطلب مني ان اطلقها منك. خلص يا سمير. شوف شغلك يا استاذ. اديله البطاقة. مادام قعد لحد كده يبقى هينفع ان شاء الله. انا بس خايف يعمل حاجة كده ولا كده ما تريحكش. لو عمل اي مشكلة لازم تقول لي يا حاج. يا طيب شيل ايدك انت من الموضوع ده خالص. الراجل جه لحد عندي وطلب ان هو يشتغل معايا. مالك انت بقى؟ مال ازاي يا حاج؟ مش ابني؟ ما تقلقش يا طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. شرفت وانست. شكرا. يلا اسمعين. وبعدين يا سيدي تحمد ربنا انها جت منهم. اقل ما فيها عشان تفوق كده لمنى هانم. مش كبيره عليه يا سامي؟ يا ستي ولا كبيره ولا حاجه، واذا كانت كبيره فهي كبيره مقام. وبعدين دي يا اخوك يا حبيبتي مالي وجمال برنسيس، واي راجل في الدنيا يتمناها. يا سلام، يعني انت تتمناها ولا ايه؟ اتمناها ايه بس يا اخوك؟ انا ما اتمناش اي حاجه في الدنيا يا حبيبتي غير رضاك عليا. بحس بقول لك ايه يا سمسم، انت حبيبي تقوم تدخل اوضتك دلوقتي ترتاح كده وتفوق نفسك، وبكره انا هنزل اجيب لك شويه هدوم جديده تدخل بيهم على العروسه الجديده بقى، ويبقى كله جديد في جديد. كويس يا ماجد كويس، بس محتاج منك شوية تركيز أكتر، لكن هعتبر ده نتيجة لخبطة اللي عندك دي في ظروفك. لكن أنت بقيت فاهم في الشغل كويس أوي، وهبتدي أعتمد عليك في المراجعة. شكرا يا فندم. أنا هعمل لك مرتب كبداية 2000 جنيه. كويس أوي. ابعد على هدى وأنت طالع، خد منها ملف الوادي الجديد. هتلاقي فيه عروض أسعار من موردين ومقاولين. راجعه وبقول لي رأيك. من هنا يا فندم، بعد إذن حضرتك. اتفضل. يا ازيك يا سودا؟ ازيك يا ماجد، عامل ايه؟ اتفضل. شكرا. الحاجة كان بعتني عشان خاطر الملف. عارفة، ملف عملية الوادي. اتفضل. وألف مبروك يا سيدي. على ايه؟ مبروك إنك كسبت ثقة الحاجة طبعا، ده أنت قدرت تاخد شغل في وقت قليل جدا، وده معناه إنك شاطر على فكرة. معقول؟ طبعا، انا مثلا قعدت ادرس في ملفات الشغل القديم 6 شهور عبال ما بدا الحاج يديني شغل جديد. طب الحمد لله. يلا ربنا يوفقك يا رب. شكرا. شكلك جعان. بص انا مش عامله حسابك، بس لقمه هنيه تكفي 100. متشكر قوي. لا لازم تاخد سندويش معايا، هزعل منك. أنا رفعت دعوة مستعجلة في المحكمة الإدارية ضد الوزير بصفته بسبب امتناعه عن إصدار ترخيص للمصنع على الرغم من استيفائه كل الشروط المطلوبة. وتفتكر هيدونا حكم؟ آه طبعاً الحكم هناخده، بس المهم إزاي نقدر ننفذه. وموضوع المخزن؟ لما هم يذكروا موضوع المخزن هنقدم إحنا ورق المخزن المطابق للمواصفات القانونية. وإحنا هنفضل قاعدين وحاطين إيدينا على خدنا لحد المحاكم ما تحكم. تقترح نعمل ايه؟ يعني مفيش وسيلة ضغط تانية غير المحاكم. زي ايه مثلا؟ يعني لو مثلا واحد من الصحفيين اللي كل يوم بيتكلموا عن زيادة الانتاج اتكلم عن مشكلتنا، مش تبقى خبطة جامدة للوزير؟ طب والصحفي ده هنلاقيه فين؟ لو سمحت يا متر جهز لي كل اوراق القضية وانا هتصرف بعد إذنك طبعا يا حاج. إبراهيم الطيب موقفه سليم والمحكمة هتحكم له، وما كنتش تلاقي حاجة تخسف بيه الأرض
وبالقانون يبقى الطيب هو اللي خسف بيك الأرض. يا فندم أنا طالب مساعدة من سعادتك. أي نوع من المساعدة؟ حاجة هتضربه في مقتل وتخلي اسمه في السوق ما يسواش. أنت عارف أنت بتتكلم على إيه؟ ولا جايلي علشان أدور معاك لسه؟ لا يا فندم عارف. طب اتفضل قول. هنشتري كمية كبيرة من الحلاوة اللي هو بينتجها الشهر ده. وبعدين؟ نخزنها بطريقة غلط عندنا لمدة طويلة. وبعدين؟ وبعدين نشيل تاريخ الصلاحية والإنتاج اللي عليها ونحط تاريخ وإنتاج صلاحية جديد. وهو إيه اللي يضره في كده؟ ما هي دي يا فندم الخدمة اللي أنا جاي لسعادتك فيها. هو بيورد لجهات حكومية. إحنا هناخد الكمية اللي هو موردها الشهر ده ونغيرها بالكمية اللي عندنا اللي بايظة. وكده هتدي فرصة للجهات اللي متعاقدة معاه تلغي عقودها معاه. ولو حد تسمم ولا جرى له حاجة لا قدر الله تبقى الشركة بتاعته هي المتهم. أنت ناوي توصلها لكده؟ ويا سلام سعادتك بقى لو حملة صحفية عن الغش التجاري. ده أنت كده نويت على موته. ومش ده يا فندم هو المطلوب؟ يا ريت لو عرفت يبقى كويس. بنفس سعادتك معانا إن شاء الله. طب يلا توكل على الله. يلا رجالة عايز بسرعة تفضوا لي كل الكراتين اللي في العربية جوه في المخزن وتبدلوا الحلاوة اللي جواها بالحلاوة اللي متخزنة عندنا جوه. فاهمين؟ بسرعة قدامكم ساعتين. ايوه يا فندم كله تمام زي ما سعادتك امرت. لا ده انا فتحت علبه من اللي متخزنه عندنا جوه ريحتها لا تطاق. احنا هنشون العربيه وهتطلع تتسلم دلوقتي لوزاره التربيه والتعليم. كل الحلاوه اللي في العربيه رايحه لتلاميذ مدارس وجه ابلي. هم ونصيبهم بقى يا باشا. والله بقى لو لهم عمر مش هيموتوا من علبه حلاوه. أمر سعادتك. بالتوفيق يا باشا. مع ألف سلامة. يلا رجالة الهمة. ادخل. تمام فندم. سيبه اخرج انت. اتفضل استريح. بص يا حاج. انا هسيبكم تتكلموا مع بعض شوية. شوف عايزك في ايه. خير يا سعباس طلبتنا في ايه؟ انا عايزك تتنازل عن القضية. طب لو انا اتنازلت وده ساعدك على الخروج من هنا هتعمل لنا ايه؟ هرجع لك المحل بتاعك زي ما كان. جددناه ووضبناه وبقى فل الفل. هديك ضعف اللي صرفته. يفتح الله. وفوقيهم مليون جنيه. حد الله بيننا وبين فلوسك. شكلها كده حرام في حرام. انما قولي انت بتعمل كده ليه؟ عاوز تكفر عن ذنبك؟ ما افتكرش. يا حاج انا كل يوم اتعرض على النيابه يدوني 4 ايام في 4 ايام ويجيبوني هنا على اسم تاني وبعدين باين اللي معايا دول باعوني وهشيل القضايا لوحدي. طب واحنا هنستفيد ايه من كده؟ انا عندي معلومات تفيد الحاج ابراهيم جدا. ايه هي المعلومات دي؟ لا اما يجيلي هنا انا هقول له عليها. وده معقول يكون الكلام ده صح؟ ولا دي لعبة بيلعبها علينا تاني ولا ايه؟ متهيألي ما بيلعبش. حد زي ده يتبهدل في الحبس يعمل اي حاجة عشان يخرج منه. طب هو الكلام ده هيخرجه؟ ده بالعكس ده هيوديه في 60 داهية. والله بقى الحاج هو اللي قرر هيعمل ايه. المهم لازم تقرره بسرعة. المواضيع ده ما ينفعش تتساب كده. شوفوا هتعملوا ايه قبل ما يبقى المعلومة ملهاش لازمة. ربنا يستر. هديك اسم الرجالة اللي حملت العربيات ومكان المخزن اللي مخبين فيه البضاعة واسم السواق واسم الموظف كمان اللي استلم البضاعة. هديك كل التفاصيل اللي تخليك تجيبهم على ملا وشهم. وايه اللي خلاك تقولي على الحاجات دي يا عباس؟ يا حاج الناس دول ما قراهمش غير سرقة الناس. انا عارفهم كويس اشتغلت معاهم وفي الاخر سابوني واتنكرولي. مفيش حد منهم وقف جنبي. لكن انتوا برضو في الاخر اهلي وناسي ومليش غيركم. انا هقولك على معلومات تانية عن الوزير تخليك تزيعه خالص من سكتك. انا عارف ان هو كان موقف لك شغلك ومش عايزك تبقى في السوق. بس المهم بقى دلوقتي تبعت طلبية جديدة وبسرعة وتحاول تسحب الطلبية التانية باي حجة. مش خايف لا يعملوا فيك حاجة يا عباس؟ لا يا حاج دلوقتي مش خايف.
بقول لكم ايه، هاتوا الصناديق اللي بره وحطوا دول مكانهم بسرعه. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عملت ايه يا صف؟ الحمد لله خلصت الموضوع. خدت الصناديق اللي عندهم وديتهم صناديق جديده؟ ايوه يا حاج، وجبت لك كمان معايا صندوق منهم. يعني عباس ما كانش بيكذب؟ ايوه حاج، ده انا اتشهدت لما دخلت الصناديق الجديده وخدت الصناديق القديمه قبل ما يوزعوها على المدارس. الحمد لله. على فين يا حاج؟ اروح اجيب بقيه المعلومات من عباس.